للحديث عن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على أوروبا والمنطقة، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي السيد طاهر الأحوازي. أستاذ طاهر، بداية مرحبا بك. طهران تايمز، صحيفة طهران تايمز، تتحدث عن أن عمليات إيران ستصل إلى القناة، قناة بنما الواصلة ما بين المحيط الأطلسي والهادئ. يا ترى ما الذي تريده إيران من خروجها خارج منطقة الشرق الأوسط؟ بعد السلام لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لنوايا إيران وسياستها التوسعية الذي عرفها الجميع حقيقة منذ بدء ما تسمى جمهورية الإسلامية الإيرانية، ومشروع التوسع هو بدأ باحتلالها لعدة أقطار عربية بشكل مباشر وغير مباشر، وهذه النوايا والترسانة العسكرية التي بنتها والعلاقات التي لديها مع فنزويلا وغيرها حقيقة كلها تنوي يعني وتشير إلى أن النظام الإيراني أساسا كان يخطط لهذه البرامج منذ عقود، وهذا كله هو اليوم استفزاز للغرب، خاصة بعد أن الغرب أصبح يكشف نوايا إيران الإرهابية والإجرامية. ولكن لماذا يسمح الغرب، لماذا سمحت أمريكا وأوروبا بهذا التمدد الإيراني وتجاوز منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى حتى أمريكا اللاتينية والوصول إلى أوروبا؟ لماذا سمح الغرب بذلك؟ سأجيب لكم ولمشاهديكم الكرام. علينا أن نرجع للتاريخ أستاذنا الكريم ومشاهديكم الكرام. إيران أساساً هي بنيت من أجل الحفاظ للمصالح الغربية بالذات، وضمت لها الأحواز وغيرها، وأصبحت شرط الخليج منذ عام 1925 إلى يومنا هذا. أصبحت اليوم إيران بالعقد الأخير بالتحديد أصبحت شيئاً فشيئاً تخرج من يعني تحت قبعة الغرب، وأصبحت يعني تهدد النظام الغربي. وأيضاً هذا المشروع اليوم عندما تساهل الغرب من أجل أن تكون العلاقة بينه وبين إيران وهي مزعزعة للأمن في المنطقة العربية والضغوط على الدول العربية لصالح الغرب حقيقة، ولكن اليوم أصبحت إيران خطر على الغرب بسبب أنها يعني تحالفت مع روسيا والحرب القائمة بروسيا. فالغرب الآن أدرك وأحس أنه كان مخطئا بالتعامل مع النظام الإيراني، وكل التقارير التي كانت توصل لها كانت من الحكومات العربية أو الدول العربية أو حتى من مؤسسات إنسانية كان الغرب يقطع عليها ويتساهل بها، وكان يتصور أن النظام الإيراني لسه الخادم الأولي، ولكن بالنهاية ثبت للغرب أنه النظام الإيراني ليس لديه نية صادقة مع أي جهة يرتبط بها كان في عالمنا العربي وحتى الغربي بشكل عام. يعني بعد أن ثبت للدول الأوروبية ذلك أستاذ طاهر، إلى أي مدى تتوقع أنه سيصمت أو ستصمت الدول الأوروبية عن التدخل الإيراني بدعمها روسيا طبعا مع حربها ضد أوكرانيا؟ هذه ما شاهدناه نحن في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بعد الثورة المباركة التي الآن قريب أن تكتمل الشهر الرابع ودخلت الشهر الخامس، أتصور ثبت للغرب أن عليهم أن يتحركوا لمواجهة النظام الإيراني. هناك كثير من المواقف بالبرلمانات، مؤسسات الدولية، حكومات وتصريحات، وإحنا شاهدنا كثير من المواقف إن كان من وزارة خارجية الأمريكية أو الفرنسية والبريطانية وحتى ألمانيا وغيرها لمواجهة هذا النظام الإرهابي. أتصور مشاركة إيران هي الذي قطعت ظهر البعير بين العلاقات الاستراتيجية التي كانت بين إيران والغرب، الآن أصبحت منتهية، وخاصة النظام الإيراني مستمر بقيه ومستمر بتهديداته. أتصور الضربات التي حصلت قبل
48 ساعة لمنشآت العسكرية وترسانتها العسكرية كانت في اصفهان او غيرها، اتصور هي مرحلة جديدة للتعامل مع هذا النظام الارهابي وستتوسع. ولا اتصور النظام الايراني وحتى الدوله التي بنيت تحت اسم ايران الذي بناها الغرب حقيقه من اجل حمايه مصالحه والمواجهه لروسيا انذاك للدخول للمياه الدافئه، اتصور هذه المرحله انتهت وستدخل بالمراحل القادمه لمواجهه مع النظام الايراني. واتصور اذا كان الغرب صادق وان شاء الله يكون صادقين، هي احسن طريقه واحسن وسيله من التخلص من هذا النظام ومن هذه الدوله حقيقه الذي ليس لديها غير تزعزع الامن في المنطقه والمصالح الدوليه، ان كان في منطقتنا بالخليج العربي او حتى في البحر الاحمر والان وصلت لامريكا. هناك ايضا يعني حديث لمسؤولين عسكريين منهم الادميرال شهرام ايراني عندما يقول بان قوات بلاده حاضره في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم. ما الرسالة التي يود إيصالها إلى العالم إلى المجتمع الدولي من خلال هذه التصريحات؟ طبعا أولا طبعا هي هاي رسالة وهي هذه الرسائل التي حقيقة تزود الضغط على النظام الإيراني، وأيضا هو يحاول أن يظهر بهذه الرسائل أنهم أقوياء، وأيضا للمصروف الداخلي والمصروف لميليشيات الإرهابية. نحن نشاهد حقيقة هذا النظام الذي أصبح مكشوفة كل خططة الإرهابية وكل حقيقة شعارات بدون عمل، يعني ابتداء من التهديدات اتجاه الكيان الإسرائيلي أو اتجاه الغرب، ونرى نحن القصف والتدمير بمنشآته كان داخل جغرافية إيران السياسية أو على الضرب على ميليشياته كان في العراق الشقيق أو في سوريا. وأتصور هذا النظام بهذه التصريحات هو يزود من إنهاء وجوده أصلا، أنه حقيقة الغرب ليس لقمة سهلة الذي يتمكن إيران يهددها. وأنا أتصور تصريحات خلال 12 ساعه الاخيره 24 ساعه الوزاره الخارجيه الفرنسيه الولايات المتحده وغيرها، اتصور احسن دليل انه الغرب هذه المره يقترب من ان يتخذ القرار الصحيح لمواجهه هذا النظام. شكرا جزيلا استاذ طاهر الاحوازي من لندن الكاتب والباحث السياسي.